كابتن وقائد هذا الميدان. هناك يأتينا بن غريب، أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب، من سيطر على هذه الكوكبة. ولكن شوطنا الثالث أيضا هناك التأهيل والتسعيرة لمن أيها الإخوة، هذا العلم عند الله. سراب صاحبة التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. شكرا يا أبو راشد، شكرا يا أبو راشد من معلق وابنك صاحب هذا الميدان، يهنيك بهذا الناموس بهذا التوقيت الأجمل. عودة من جديد إلى شوطنا الثالث، عودة من جديد إلى شوطنا الثالث. يا أبو الكاثة على المركز الأول، جدم شوية محمد، جدمني هناك عند اللصايل، جدمني عند السبق دخيلك. هناك أبراج لسهيل بن راشد بن نايع بالشاوي الإقفلي، نقلتنا على زاهية لبدر بن سلطان بن محمد الغيلاني. بينما اللي في المركز الثالث وصلت نجود راس سالم بن راشد بن عجيد الشبي، النقلة على المركز الرابع وصلت هناك عون أولون سالم بن سعيد بن راشد اللويه الدرعي. بينما اللي في المركز الخامس أتت في هذه اللحظات نوادر نوادر نوادر. الله يا أبو راشد، عبد الله بن راشد بن شاسب المسافري، يا مرحبا والله، مليار فوق مليار يا أبو راشد وبالجميع. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا. الله يا الغيلاني يا الغيلاني، يا بدر يا بدر، يا بن سلطان يا بن محمد يا الغيلاني. يفاجئنا دائما، ليس في هذا الموسم إنما في كل موسم. والله إنما بغريب عليك يا بدر، ما بغريب عليك هذا المكان. المركز الثاني نوادر، عبد الله بن راشد بن شاسم المسافري. المركز الثالث هناك أيها الإخوة على ما أظن عون 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 ولا نجدود، نقلتنا على المركز الرابع أيضا الشبابية سالم بن خلفان بن حمد الحافري. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات وزن خليفة بن عمران بن حمود الاشتبي. ولكن الغيلاني الغيلاني وصلوك الجماعة، وصلوك الجماعة بدر بن سلطان بن محمد الغيلاني. بينما اللي في المركز الثاني الشبابية لسعيد بن خلفان بن حمد الحافري. المركز الثالث نوادر لعبد الله بن راشد بن شاسب. اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة، يا راعي من يا راعي زاهية يا راعي زاهية. بدر بن سلطان قلت لكم والله مش غريب، والله مش غريب، السير راس وتنتهي راس، ورقم القياسي بدر محط منه. المركز الثاني أيها الإخوة للسيد هاني المراكز، للسيد سعيد بن خلفان بن حمد الحافري. المركز الثالث لعبد الله بن راشد بن شاسب المسافري. المركز الرابع أيها الإخوة هناك لخليفة بن عمران بن عبود الاشتبي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا. 4:14 41 جزء من الثانية، وسلام يا الغيلاني سلام، وصباحك خير صباحك خير يا راعي زاهية. زها ميدانك، زها ميدانك وجماهيرك بهذا الحضور المميز، هذا الحضور المشرف يا راعي زاهية. شكرا يا أبو سلطان، شكرا على هذا الحضور، شكرا على أداء زاهية ما شاء الله تبارك الرحمن. النقطة الثانية للعزبة الذهبية، النقطة الثانية للعزبة التي تميزت في هذا الموسم. تهانينا والناموس بدر بن سلطان بن محمد الغيلاني.